السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كاع لاباس عليكم في أحسن الأحوال. كيما راكم تسمعوا فيا اليوم، لافوا تاعي راحت بحرت فحتت على غالب. هذا هو حل الحمان بزاف، وزيد الكليم، وكي قالت لك دخلتها غير دي كلاس، مانيش عارف كيفاش راحت لافوا تاعي. صافي كلكو جور وما نكذبش عليكم، راني في حالة يعني الكحة، لافوا ما قدش نهضر أونكور هاد الخطرة، راني نهضر معكم راكم تسمعوا فيا كيفاش راهي. راني ديجا درت ديزيفور وراني عاود رجعت باش ندير لكم معكم نكمل لي فيديو اللي كنت ديجا مأوغيستر ما قديتش نحطهم باسكو ما قديتش نهضر، ما تسمعوهاش لافوا تاعي. بون بغيف، كيما راكم تشوفوا معايا اليوم نزلنا الوهرن، روحنا درنا فيها دورة خفيفة، ماشي ما طولناش بزاف، كنا مديسيدين باش نطلعوا سانتا كروس. كانت جولة روعة ولا أروع، واحد المنظر واحد الأنظار، أنا ما قديش نحطهم لكم دروك. غادي نقسم الفيديو على زوج، روحنا لسانتا كروس في فيلمين تيتو، حوست كيفاش نقدر ندير دي زون اللي يكونوا شابين ويعطوا منظر وجمال للبلاصة كيما شفتهم أنا بعينيا. نحط لكم الفيديو أبخي هاد الفيديو إن شاء الله. ومن بعد هودنا تاني للسونت كوميرسيال سينيا، حوس كيفاش تاني نصور لكم تاني البلايص اللي فيهم، واش كاين، واش لقينا، واش الحاجه اللي عجبتني اللي ما عجبتنيش، باش هكاك الواحد يدي نظره وتاني يستمتع بهذاك الوقت اللي يروح له. هو السونت كوميرسيال كيما راكم تشوفوا دروك، انا عاد كاينه في طريق وهران، دخلنا لها عجبني هذا بزاف، المسجد الكبير تاع وهران اللي يشبه شويه السمعه تاعه السمعه تاع الجي اللي جوست مانيفيك. كاين ثاني واحد اخر اللي ثاني راه حدا هذا هو، ما كتبش عليكم على باليش كيفاش يسموه الوهرانيات اللي معنا هنا، ماذا بيهم يحطون الاسامي تاع المساجد اللي راهم هنايا يعني راهم في الفيديو تاعي. هذا تاني مسجد ولا اروع، منظر شكل جمال في الكبرية تاني كبير بزاف. حنا جو بونس هادي لا سونتراك تاع الوهران، جو بونس بيان هذا هو المسجد بلوتو. كاين تاني راكم تشوفوا كيفاش الشكل ومظهر تاعه من الخارج، مقديناش نحبسو مقديناش ندخلو باسكو كنا عجلانين. كانت لا ديريكسيون تاعنا ديريكتومون سانتا كروس باسكو شويه يطلب الوقت والطريق شويه صعيبه تاني، وخاصنا نمشو مع الصباح ما تمشوش مع العشيه كاع باسكو شويه السخانه والحموان، وراكم عارفين وهران في شويه فيها الميديتي، الوغ الواحد يبروفيتي منها احسن في مع الصباح مع العشيه. هنا كنا هذه هي الطريق تاع سانتا كروس كيما راكم تشوفوا فيها، راه كاع توتو في هذاك الجبل اللي ما يعرفش سانتا كروس. ما نقولكمش انا نتمنى اللي يغدا وهران يروح سانتا كروس. كاين لا سيكوريتي، كاين بلايص الباركينغ وين تقارو، لا كان طلعتوا لها بلا فواتور تاعكم ولا ما طلعتوش بلا فواتور، كاين ميم ترونسبور لي ميني بوس يطلعوكم حتى لتما ويعاود يرجعوكم هادو اللي ما عندهمش لو ترونسبور. والغاشي ما نقولكمش دوك، من بعد كي نحط لكم الفيديو دوك تفهموا رواحكم وتعرفوا كيفاش لا روت ومام الطريق، واش كيفاش المنظر هو جمال سورتو. هذا واش عجبني انا هنا، حوست نفيلم لكم شويه باللوطو باسكو ما هودناش الوهرن، كل سنة نهار واحد اخر ولا عاود راكم عارفين وهرن ما تقدوش تفيزيتوها في نهار واحد، هذيك الله واحد خاصكم او موا تروحوا شعب خطره باش تقدو تفيزيتو من البلايص بزاف. هنا حوس كيفاش نفيلم لكم من لوطو من لا فواتور شويه كلك ايماج كيفاش داير. انا اللي عجبتني بزاف هو هذا المسجد بزاف 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 عجبني، تمنيت باش ننزل ونصور فيه كيما يخص، لكن المشكله هنايا ما كانش دي فوا او الاستاسيونمون اكوتي، ولا خاصك تروحي تحوسي تبعدي البلايص خد اخرين، هذا الشيء اللي ما عجبنيش. تاني لو كان داروا غير ان تيب لي جون كي فون ان باساج بور فيلمي الناس اللي راهم توريست هنايا في وهران، خاطرش كاين اللي ما يقدش يفوت وقته كاع في هاد لي زون ولا في هاد لي زوندوا، قادر غير باش يفيلمي لونتوراج عاد كينا ويروح من بعد. هنا من بعد روحنا كيما قلت لكم، هنا من بعد
باسكو عاودنا باش نفطروا هنايا في السونت كوميرسيال، باسكو لو سونت كوميرسيال راه كبير بزاف بزاف بزاف، فيه لي ماغازان بزاف ويطلب تاني وقت بزاف. الوغ ديروا حسابكم تاني قادرين تفطروا تما ولا ديروا لي غوتي تما تاني. زعما هادو الناس اللي راهم مهتمين بالامر، حنا كما راكم تشوفوا فيه كاع لي ماغازان اللي في ليترونجي سورتو لي فرنسا فلوروب اكزاكتومون، فيه كلشي ما خصكم حتى حاجه. لي ماغازان كاع اللي كاينين في لوروب كاينين هنايا. ابري لي بري انا شفت لي بري مانيش عارف، انا جاوني شويه غاليين على على لي بري تاعنا اللي هي ليكيفالون تاع لورو. الوغ ما على باليش الا كان هنا الواحد عايش في البلاد قادر يشري بهاد لاسوم اللي راهم محطينها. اونكور حنا طحنا في واحد لا بيريود اللي قالوا باللي سوا ديزون راه فيها السولد. الوغ جيسبر كو لي بري يكونوا ريزونابل باش حتى المسكين ولا اللي عايش عيشه متوسطه قادر يشري ويستمتع تاني بوقته كيما لي جون اللي راهم يجوا هنا بزاف. باسكو شتا باللي كاين الغاشي 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 بزاف، وكما شفتوا هنايا كاين لي ريستورون كاين لي فاست فود كاين ميم مطعم شاورما سبيساليتي تاع سوريا، حلويات من كل اشكال وانواع وميم حتى الحلويات الشرقيه كيما الحلويات الثانيه تاع الجزائر طاغيه بزاف هنا في سونت كوميرسيال. تاني الحلويات الشرقيه تلقيها من كل نوع، هذا هو الشيء اللي عجبني تلقي من كل شيء شويه. مام الشكل تاع الحوانيت اللي كانوا دايرينهم تما حاجه راقيه نقيه، مام لو ستيل تاعهم شباب بزاف، كل واحد وعاطي منظر للحانوت تاعه ما يشبهش الخوه. هذا تاني الشيء اللي عجبني في السونت كوميرسيال. كما قلت لكم بزاف لي فامي بزاف، حتى الاولاد الصغار وين يلعبوا دايرين لهم تاني لي زوندوا تاعهم وين يلعبوا ويتو. حنا هنايا كوموندينا دي بيتزا وانا كومونديت ان بو امبورغر اللي ما كتبش عليكم ما عجبنيش لو كو تاعه بزاف، باسكو جي دوموندي سون زونيون، ما نبغيش لي زونيون في لي مول البصل في الامبورغر، بصح للاسف لقيتها في اللحم في الكبده. الوغ ما قديتش ناكلها في هذيك البنه، ما اونكور ماشي لي زونيون هذوك اللي ما يبانوش، باسكو انا تاني ندير بصح ما نبغيهمش دي غرو مورسو، هذا هو الشيء اللي ما نقدلاش كي نكون ناكله. مانيش عارف الا كان كيفي ايش وحده كاش وحده تشبه لي ولا تقول لي، باسكو ما تقولش بلي علاه ما تبغيش لي زونيون من صغري كيما هكا. ومن بعد فوتنا عند هذا اللي بيع النوكا، ما نكذبش عليكم بنتها ولا اروع، كاين كاع ليغو بالبيستاش بلي نوا لي زاموند ميلونجي، شوفوا كاع الانواع حتى الجوزيه يبيعوا فيها. لوغو ما نكتبش عليكم بنا ولا اروع، راني ذقتها باسكو يعطوكم تذوقوا كل حاجه اللي بغيتوا تذوقوا منها، ذوقوها قبل ما تشروها باش هكاك تعرفوا واش راكم تشرو. لي بري والله ماني عاقله اكزاكتومون شحال، مي كوميم سي ريزونابل، هذاك هو لو بري تاعها. ديت منها واحد، انا ديت غير تاع اللوز وتاع البيستاش، هذا هو اللي ديت من الجوزيه لقيتها حلوه بزاف ما قديتش ناكلها بزاف. والحلويات الشرقيه تاني كيف كيف كل اشكال وانواع، تجمعي يحطوا لك لاتاي وتشربي واش بغيتي تاني. انا حوست كيفاش نعطيكم نظره على هاد لو سونت كوميرسيال باش هكاك تعرفوا الشكل تاعه والمنظر تاعه واش فيه لي ماغازان. كيما قلت لكم كاين كاع لي ماغازان اللي باغي لوروب يشري حاجه يلقاها هنا في السونت كوميرسيال تاع سينيا. الوغ بغيت نحيي من هذا المنبر كل اللي لقيتهم المشاهدات تاعي اللي في القناه تاعي اللي لقيتهم في هذا السونت كوميرسيال، نحييهم ونشكرهم على الوفاء تاعهم اخلاصهم، ونشكرهم تاني اللي كي شافوني فرحت بيهم وفرحوا بيا. صراحة تنسى في ان غران بليزير كي تشوفي الناس يتبعوك ويشكروك ويهضروا معاك بكل حب وتفاؤل، اللي يدعموك ويفتخروا بيك ويعطوك دعم وحدة. على صراحة نحس باللي هذاك الحب ما نلقاش في بلاصة واحدة اخرى. الوغ كانوا كاينين اللي كانوا هنايا في جايين من بلعباس من وهران معسكر بزاف ناس، والله لا فرحت بيهم بزاف بزاف بزاف. وكاين اللي مام كانوا اللي جايين من لوروب
لي هما تاني تلاقيت بهم. نشكر تاني الاخت اللي مسكينه حشمت حشمت باش تهضر معايا، وراجلها هو اللي شجعها وقالها، وهو اللي هضر معايا وقال لي لكن تقدي ديري معاها فوتو ولا صافي. ان غون بليزير انا بور موا، ما نكذبش عليكم هذا الشيء يفرحني بزاف بزاف بزاف. فوالا حبيباتي، ونقول لكم نفندي لكم كاع دي كرو بيزو من هذا المنبر، ونقول لكم انا تاني نبغيكم ونموت عليكم. ومع طبيعه الحال مع العشيه هذا لو جور سي بور سا ما قديناش نقعدوا بزاف وما نبطيناش بزاف تاني، ونا با تريني ترو باسكو هذا لو جور كانت لانيفرسير تاع ولدي ساجي، وبغيت نحتفل فيها نحتفل بها في لو سوار باسكو كيما قلت لكم سخانه بزاف والحمل بزاف، ما قدوش نديروا حاجه مع العشيه ولا هالور. درنا غير حاجه اونتر نو، ماشي حاجه كبيره بزاف، ما عرض حتى واحد باش الناس ما يزعفوش ملي لهم هنا لا فامي تو، غير حنا بيناتنا. وكانت هذه هي الحطه اللي وجدناها انا ومرت خويا اللي يعطيها الصحه اللي عاونتني في كلش. حوسنا كيفاش نديرو غير حطه سامبل عائليه ما بيناتنا، تكون العائله تاعنا هي اللي حاضره ونستمتعوا بالوقت تاعنا ونضحكوا ما بيناتنا. الحمد لله فرحنا وكلينا وشربنا وزيد بزياده، درنا واحد الامبيونس اللي دائما نديروها. للاسف خويا نوري ما كانش حاضر فيها مشغول، اللي هو اللي كان دار يدير لنا واحد الامبيونس تاع لي زانيفرسير اللي موالفين بيه. معليش لا بروشان فوا ان شاء الله. هنا هذا هو الكاتو اللي كومونديناه من عند لا برينسيس، وكما راكم تشوفوا ساجي ولدي وصل ل 14 ربي يحفظه ان شاء الله ويعطيه طول العمر ان شاء الله، ونشوفه في احسن المراتب يا رب العالمين، ويخليكم وليداتكم نتوما تاني. وان شاء الله يا ربي يا ربي يعطي الصحه والعمر الدائم ان شاء الله، قد الصحه قد قد العمر للوالدين تاعنا الامي والابي ان شاء الله، ربي يرزقهم بالصحه ان شاء الله، يطول في عمرهم ويشوفوا ولاد ولادهم ان شاء الله. وانتم تاني اللي عنده والدي حيين ربي يخليهم له ان شاء الله، واللي هما ميتين ربي يرحمهم ان شاء الله ويعطيهم ريحه الجنه ان شاء الله. كانت هديه، كان بغيت نتقاسم اللحظات الحلوه والزينه اللي بغيت نتقاسمهم معكم. ان شاء الله الفيديو تاعي تاعنا اليوم يكون عجبكم ويكون خفيفه ظريفه، وما نغشتكمش بلا فوا تاعي، وسامحوني سامحوني بزاف 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 بزاف، راني داير واحد لو غون ايفور معكم باش نوصل هاد لا فيديو، وما نكونش عندي ان غوتار معكم في لي فيديو تاع مي فاكونس. ان شاء الله الفيديو الجاي يكون فيديو تاع سانتا كروس، نحاول كيفاش نديرها لكم ونوصلها لكم باحسن صوره بحول الله. نتلاقاكم في فيديو واحد اخر جديد، ما تنساوش الا عجبكم الفيديو خلوا لي لايك كومونتير، واش حبيتو واش بغيتو كلشي خلوه في لي كومونتير، راني نقراهم واحد مور واحد ان شاء الله. اللي بغات تتصل بيا تتصل بيا على الانستغرام وتخلي لي رساله، وراني نعاود نشوف كاع لي ميساج تاعي. حبيباتي نموت عليكم، ودمتم في رعايه الله وحفظه.